يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التردد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لأهل المدينة فقط أم يشمل المقيمين بالمدينة أياما قليلة ثم يسافرون؟ يشمل أهل المدينة المستقرين فيها والمسافرون المقيمون فيها مدة قليلة أو كثيرة. إذا سلم عليها أول مرة يكفي، سلم عليها أول ما يقدم يكفي ولا يتردد عليه. نعم.